أنا تشرفت أن أكون أحد النواب اللي قدموا على هذا القانون، وهو السماح للشركات الأجنبية أنها تفتح أفرع لها داخل الكويت بدون وكيل محلي، وهذا هو واجب البرلمان أن يقدم التشريعات الاقتصادية اللازمة التي تواكب العالم حتى نعزز من الإصلاح الاقتصادي، وتنعكس هذه القوانين على المستهلك إما بانخفاض الأسعار أو بتحسين الخدمات، لكن يقتصر دور البرلمان فقط على فتح الباب للمستثمر الأجنبي. من يجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات الأجنبية هو تحسين بيئة الأعمال اللي مع الأسف هو سيء جدا في الكويت. لا أتوقع أمانة، وهذه رسالة للناس حتى لا تبالغ في التفاؤل بأنهم راح يستفيدون بشكل مباشر من هذا القانون، لأن الشركات الأجنبية لن تأتي الكويت. الشركات المحلية اليوم في واقع السوق اليوم قاعد تغادر الكويت وتروح للدول المجاورة، فما بالك بالشركات الأجنبية. المستثمر الأجنبي قاعد يحارب في أول يوم وصوله للكويت، من المطار تمارس عليه ممارسات عبودية في التعامل مع الأجانب. يبي يجيب زوجته معاه يقولوا له ممنوع التحاق بعائل، يبي يجيب عياله معاه يقولوا له ممنوع ما تقدر تدخل أحد، يبي يجيب فريقه معاه أو الكفاءات اللي موجودة، قوانين الإقامة تعيق دخول الأجانب الكويت. هذا للحين وهو ما طلع من المطار، إذا راح وياب بضاعته في الجمارك، التخليص الجمركي اللي في دول الخليج ياخذ له نص ساعة، في الكويت يقعد له أسبوعين، وفساد الجمارك الحديث فيه يطول. لما يخلص بضاعته ويطلعها من الجمارك يبي يروح يخزن بضايعة، ما رح يحصل أماكن للتخزين، ولا الدولة قاعدة تطرح أراضي للتخزين، ويدفع أسعار مضاعفة على التخزين بسبب غياب وعدم فتح الباب للقطاع الخاص أنه هو يطور. وإذا راح ببيع على الجمعيات التعاونية ما يقدر يحصل فلوس، الجمعيات التعاونية ما قاعد تدفع للشركات لا المحلي ولا الأجنبي. حتى في المناقصات العامة من 2016 ترى فتح الباب للمستثمر الأجنبي ولغير الوكلاء المحليين أنهم يتعاقدون، وأحد القصص اللي مرت علي أن إحدى الشركات بعد ما أقر مجلس الأمة في 2016 في قانون المناقصات والسماح للتعاقد المباشر مع الدولة، راحت هذه الشركة الأجنبية وألغت تعاقدها مع الوكيل المحلي وقالت أنا بتعاقد بشكل مباشر مع الدولة. عقب 6 شهور رجعت هذه الشركة الأجنبية للوكيل المحلي وقالت أنا التعامل مع هذه الحكومة مستحيل، تعالي وبدأ لا تأخذ مني 5% أخذ مني 15% بس فكلي من هذه التعاملات. فأتمنى الأخ الرئيس أن يتم التركيز مستقبلا على تحسين بيئة الأعمال، لأن هي فعلا ما ستحقق العوائد على الاقتصاد المحلي.